ألف مليون مبروك للنادي الأهلي، تحقيق اللقب العاشر في تاريخه في دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في النهائي على كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة. بعد شوط أول ربما كان عصيب شوية، انتهى براحة لجماهير الأهلي بعد طرد هابي ماشيماني اللاعب كايزر تشيفز واضطرار الفريق انه يلعب في الشوط الثاني قدام النادي الاهلي بالكامل، يلعب بعشر لعيبه بس. اكيد طبعا الطرد ده خلى مجريات المباراه تختلف تماما في الشوط الاول عن نظيرها في الشوط الاول. طيب النادي الاهلي بدايه المباراه كنا اتكلمنا عليها في لايف يلا كوره قبل الماتش، تقدروا تشوفوه على الفيسبوك، وقلنا ايه المشاكل اللي ممكن تواجه النادي الاهلي قدام فريق ربما يكون عشوائي، واعتقد المباراة اكدت بالفعل ان احنا كنا بنلعب فريق عشوائي جدا، شوية تلاقيه منظم، شوية تلاقيه بيتحرك كده تحركات غريبة، بيعملوا ميس باس غريبة جدا في اول 10 دقائق، فريق ملوش سيستم ملوش كتالوج، وده هو صعوبة المباراة كانت في الحتة دي. النادي الاهلي في البداية بدأ بيتسو موسيماني بالطريقة المعتادة بتاعته 4-2-3-1، ما عملش اي مفاجآت، ما عملش اي تغييرات، لعب بالتشكيلة المعتادة له. باكستر مدير فني الكايزر تشيفز برضو في وجهة نظري لعب بالشكل الطبيعي بتاعه، ربما بس التغيير الوحيد غير المتوقع لعونه نزل هابي اللي هو اوريدي وينجر، حطه باك شمال بدل ساسمان اللعيب الباك شمال بتاعهم بيلعب معظم المباريات، وربما ان ساسمان كان عنده مشاكل كتيرة في المباريات اللي لعبها، وبالتالي باكستر اضطر ان هو يلعب بهابي، يعني ربما تكون فكرة منه يفاجئ بيها النادي الاهلي، لكن كخطة لعب كتاكتيك ما غيرش اي حاجة. 5-2-3 او 5-4-1 في الدفاع، زي سميها زي ما تسميها، مهم في 5 في الدفاع لعب بيهم بالشكل العادي. بداية المباراة النادي الاهلي فرض اسلوبه ان انا الاستحواذ معايا ومفيش ادنى مشكله، وبرده كايزر تشيفز لعب العادي بتاعه، مش هضغط على النادي الاهلي في نص الملعب، انا هسيبه يعني يتناقل الكره في نص ملعبه زي ما هو عايز، لكن وانس انه عدى اللاين بتاع نص الملعب تبدا لعيبه كايزر تشيفز تضغط على حامل الكره. النادي الاهلي كنا طبعا انا حذرت من انه يقع في الفخ اللي وقع فيه نادي الوداد في الماتشين بتوع السيمي فاينل. ايه هو الفخ ده؟ ان كايزر تشيفز بيحب الفرقة اللي قدامه دايما تلعب كرات عرضية. ليه؟ لان هو عنده ثلاثي طويل القامة في الخلف ماتوهو وكاردوزو المدافع الثالث، وبالتالي التلاتة دول بنتكلم 184 سنتي 184 سنتي و198 سنتي ماهوتو، فاطوال عالية قوي، ما تقدرش انك تاخد الكرة العرضية منهم، وبالتالي شوف النادي الاهلي للأسف في الشوط الاول وقع في الفخ ده، كم هائل من الكرات العرضية اتعملت من عند علي معلول ومن عند اكرم توفيق لما كانوا بيطيروا للامام، ولكن كلها راحت لسواء لدفاع كايزر تشيفز او كانت بتروح خارج المرمى. ده كان الكمين الاول للنادي الاهلي وقع فيه في الشوط التاني. طيب ايه الكمين التاني؟ الكمين التاني ان كايزر تشيفز عارف تماما ان اي منافس له لما هيحب ما يعملش كرة عرضية هيمرر الكرة خارج منطقة الجزاء، فيبقى لازم الفريق ده يشوط بس من بعيد قوي عشان اصعب عليه مهم التسديد. اكيد طبعا التسديد احد الحلول لاحراز الاهداف، ولكن لما تشوط من 40 ياردة غير لما تشوط من 30، لما تشوط من 30 غير لما تشوط من 20، فكان كل الهدف بتاعهم ان هم يعملوا بوكسنج اوت للاعب اللي جاي يشوط من خارج منطقة الجزاء، وبالتالي شفنا تسديدات عبر السولية وقفشة وحسين الشحات كانت من مسافات بعيدة شوية، وبالتالي راحت كلها فوق المرمى، ولحد كبير ما نقدرش نقول ان 45 دقيقة الاولى كان فيها فرصة محققة للنادي الاهلي. قعدنا نفتكر مع بعض هي مجرد تهديدات مجرد محاولات، لكن مفيش فرص خطيرة للنادي الاهلي في الشوط الاول، وده بيأكد ان فريق كايزر تشيفز عمل اللي هو كان عايزه ويجر النادي الاهلي انه يلعب بالاسلوب اللي هو عايزه. برضو غلطة اعتقد وصلت النادي الاهلي لحتة دي، النادي الاهلي كان يعني لعبته تتسرع في انهاء الهجمة، وده كان امر غريب، ما تسرع ليه؟ ما لسه معنا وقت،
يعني اللعيبه كانت مجرد ما توصل للثلث الاخير يبداوا يفكروا ازاي ينهوا الهجمه. لا انت مش محتاج تعمل كده، من طبيعي جدا لو انت رحت للطرف ممكن تلف وترجع تاني ودور الكوره زي ما كنا بنتكلم دايما، دور الكوره زي كره اليد واقعد لف بالمنافس بتاعك زي ما انت عايز عشان ترهقه لغايه لما تلاقي ثغره. ما تستعجلش في انهاء الهجمه عشان ما تعملش نفس الغلطه اللي عملها نادي الوداد في السيمي فاينل. طبعا طرد هابي في نهايه الشوط الاول طبعا طرد مستحق 100% بسبب التدخل العنيف اللي عمله على اكرم توفيق، فطبيعي كان الحكم لازم يطرده. الشوط الثاني بعد الطرد طبعا خلاص في لعيب بيخرج بره، وبالتالي 9 لعيبه في الملعب هم اللي بيعملوا مجهود ال10 بعيدا عن حارس المرمى، وبالتالي بدات الثغرات تظهر في دفاع كايزر تشيفز اللي تخلى عن لاعب من صفوفه، وبالتالي بقى الضغط في قلب الملعب صعب. ولو شفنا بقى في الشوط الثاني لعيبه الاهلي طبعا بقوا اهدى، بقوا اكثر صبرا. ليه؟ لان خلاص بقى هم عارفين ان كايزر تشيفز مش هيعمل حاجه بالكره. تقريبا كايزر تشيفز كلهم في الشوط الثاني من ساعه الطرد مفيش ولا لعيب بيقدر ان هو يكمل هجمه لمده 5 أو 7 ثواني، على طول الكره كانت بتتقطع بسهوله جدا والنادي الاهلي بيستعيدها بسرعه جدا. فده ادى المساحه للاعيبه النادي الاهلي ان هم يلعبوا براحتهم، وقدر طبعا اكرم توفيق افتتح باكوره التسجيل لما عمل الاسيست الحلو قوي لمحمد شريف اللي هرب طبعا من الدفاع، لان المساحه مفتوحه مفيش ضغط مفيش زحمه. الزحمه مش عارفين يعملوها لان في نص الملعب خلاص في واحد اتشال فكشف لك ثغره، وبالتالي الكره اتلعبت بشكل مميز جدا. بعد الجون كورسون طيبين الموضوع انتهى خالص. ليه؟ لان كايزر تشيفز هيبقى مضطر انه يخرج بره نص ملعبه عشان يهاجم، وبالتالي وانس ان هو خرج بره نص ملعبه شكرا، الفرقه دي اتفتحت تماما وخطوطها اتكشفت، وبقى سهل جدا جدا النادي الاهلي انه يجيب التاني والتالت، وده فعلا شفناه من نهايه هدف قفشه وهدف عمرو السوليه، وكان طبعا طبيعي جدا الاهلي يجيب رابع وكمان، بس اللعيبه خلاص. وانا اشوف ان تهدئه الريتم في نهايه المباراه يعني عشان يحمي اللعيبه من الاصابات وما نجهدش نفسنا، اوريدي لسه في مباراه للفريق هيرجع ليه يعني مشوار الدوري الممتاز يوم الخميس الجاي مباراه البنك الاهلي، فشايف تماما الفرقه ما تجهدش نفسها وخلاص احنا حققنا الهدف وحققنا التارجت ومبروك علينا ال10 وانتهى الموضوع. فهدئ ده اعتقد كان فكر بيتسو موسيماني في الربع ساعه الاخيره عشان كده ما كانش فيه ضغط زياده على اللعيبه، وانا شايف ان ده كان قرار صحيح. في كل الاحوال التحليل خلص، كل حاجه خلصت، لكن الاكيد ان النادي الاهلي بيحقق ال10 بيحقق اللقب العاشر له في دوري ابطال افريقيا، رقم كبير جدا رقم قياسي اعجاز بصراحه منظومه النادي الاهلي بتعمله. النادي الاهلي كمان بيضيف لي نقاطه، اعتقد بيضيف دلوقتي حوالي 6 نقاط بحسب التصنيف الجديد، وبالتالي بيفرق بيعمل جاب ما بينه وبين مازيمبي الوصيف بتاعه في منافسات نادي القرن ال21 بعد ما النادي الاهلي ضمن خلاص نادي القرن ال20، بيوسع الفجوة تماما وبيحقق اللقب العاشر له زي ما قلت في التاريخ. الف مبروك لمنظومة النادي الاهلي، الف مبروك للكابتن محمود الخطيب، الف مبروك لبيتسو موسيماني، الف مبروك للاعبنا الاهلي، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي. انتصار كبير، انتصار عظيم ان ده يتحقق من فريق مصري بعد هذا المشوار الطويل السنه دي. ده كان تحليل سريع لمباراه الاهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا. الف مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله اشوفكم يوم الخميس الصبح بعد ماتش مصر واسبانيا، ماتش افتتاح في اولمبياد طوكيو، هحلله معاكم ان شاء الله في التريند يلا كوره، ويوميها بالليل نحلل مع بعض باذن الله ماتش النادي الاهلي بطل القرن وبطل افريقيا وزعيم افريقيا الاوحد مع نادي البنك الاهلي في اول مباراه للنادي الاهلي بعد عودته من كازابلانكا. شكرا جزيلا، كنت معاكم كريم سعيد.